أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن أحد أفرع ميادين نادي دبي، يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم السبت الموافق بتاريخ 18/7/2020، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم ضمن إشارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ترحيبنا بكل الحضور، ترحيبنا بالمشاهدين الأعزاء وعلى البركة. نبدأ بأول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار، المسافة المقررة من نادي دبي هي 1500 متر. نرحل إلى صبا بالمقدمة سعيد بن محمد بن سلومة الخاطري، من يقدم لنا صبا بالمركز الأول، لتليها على المركز الثاني طلة وعتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي، أما المركز الثالث فهناك باركلين وسهيل برقاد الاجتبي يتقدم مع باركلين، أما المركز الرابع 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 القدوم الله 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 بنت شاهين سعيد بن محمد بالهلي يتقدم مع المركز الرابع، والمركز الخامس أقول الشاهينية حمد بن سعيد بن حب العامري. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام، وصبا اللي ما زالت في عز صباها قادمة من ميدان السوان بشعار بن سلومة الله 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 يا راعي راك، لي خليت العالم وراك، لي خليت الهجن وراك. شوفوا صبا ما شاء الله تبارك الله، زادت من السرعة زادت من السرعة، الجماهير تحييها، الموكب يباريها، الطيور ترافقها، الناموس فالها، فال النشامة فالها. الله الله الله، سلام يا راس الخيمة، سلام يا بن سلومة، سلام سلام لسعيد بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري. المركز الثاني فهناك وعد حميد بن راشد بن عبد الله الخاطري أيضا، والمركز الثالث المركز الثالث شفتوا المركز الثالث، المركز الثالث اللي هي طلة عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي، دقيقتين وتسع ثواني وتسعين جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا الخاطري، تهانينا على فوز طلع صبا بالمركز الأول. تنحدر من سلالة سكر العاصفة للمعلومة للمعلومة، وأمها راعية السيوف، أمها في رصيد البكرة، هاي اللي ركضت في رصيدها سيف في مهرجان الطنطاوي، في مهرجان الطنطاوي في راس الخيمة في رصيدها سيف. أول مشاركة كانت في مهرجان الطنطاوي يوم شل الرمز الطنطاوي والمصر طر سلاماته. طيب هذه النتيجة دقيقتين وتسع ثواني التوقيت الزمني مع صبا اللي انفردت راس وانتهت راس، انفردت راس وانتهت راس مع أول أشواطنا لسعيد بن محمد بن راشد بن سلومة الخاطري. نهنيك على هذا الانتصار الذي تحقق في ميدان الهباب في صباح هذا اليوم بتاريخ 18/7/2020. نستعد أيضا لانطلاقة الشوط القادم، الشوط القادم أيضا لا يقل وزنا ولا أهمية عن الشوط اللي انتهى بفوز صبا المملوكة للخاطري